من كان يستشهد بها عالمياً حين تتبادر كلمات مثل المجاعة والحروب، ليفضل أبناؤها الفرار للخارج نحو اليمن تحديداً، وذلك منذ سنوات عديدة مضت هاربين من واقعهم المأساوي. صارت اليوم وللمفارقة العجيبة أكثر أماناً من هذه الأرض التي ضاقت بأبنائها، فكيف بلاجئها؟ أبناء الصومال وبعد سنوات من اللجوء في أرض اليمن أصبحوا اليوم يبحثون عن طريقة ما تخرجهم منها وتعيدهم نحو بلدهم في رحلة عكسية هذه المرة، مفضلين الموت في بلدهم الأم على الموت هنا، طالما والظروف في البلدين تبدو متشابهة تقريبا، بل هي أكثر سوءا وقسوة حاليا في بلدهم الثاني اليمن. لجأ الصوماليون إلى منظمة الهجرة الدولية لإعادتهم نحو بلدهم، حاملين معهم ذكريات ما قبل الحرب وأثنائها تسبق أيامهم الأخيرة هنا. رحلة العودة إذن بدأت لهؤلاء، وإن كانت عودة لبلد مدمر لكنه يبقى طريقا إجباري حين تسيطر الحرب على الوطن والملجأ معاً.